لي يا عادل، انا ما اقدرش اصبر ان اختها سناء تفضل من غير جواز لحد دلوقتي. اتصرف. وانا اعمل ايه يا ماما؟ وانا اللي كنت طلقتها يعني؟ يا ابني اتصرف. اتصرف اعمل ايه؟ انا بص يا ماما حاضر هشوف لها عريس، بس انا مش فاضي اليومين دول. هو في اهم من اختك وجوازها؟ ماما من الاخر كده، سناء سمعتها وحشه. نعم. لا مش سمعتها وحشه حاجه وحشه، لا سمعتها وحشه في الجواز يا ماما. انا ماليش دعوه، اتصرف. حاضر يا ماما، انا بس في واحد صاحبي من لبنان اول ما يسافر ان شاء الله هتصرف اشوف لها عريس. ايه بتقول؟ ايه؟ بقولك في صاحبي من لبنان اما يسافر هتصرف يعني. سناء، سناء، سناء يا حبيبتي، سناء تعالي يا سناء تعالي. ماما في ايه؟ جالك عريس من لبنان. عريس يا ماما؟ انا جالي عريس احمدك يا رب. في ايه يا سناء؟ سناء جالا عريس من لبنان. اخيرا هتغوري من البيت. اخيرا. الحمد لله. ما تنسيش بقى تجيبي لي سنيبر معاكي من بيروت. انا يا ليكي. وانا يا سناء عايزه تفاح لبناني. وبعدين تفسحينا بقى كلنا كده في بيروت في الجبال. الجبال. ايوه 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 ايوه. يا جماعه ايه الخيال العلمي اللي انتوا عايشين فيه ده؟ لسه ما فيش عريس ولا حاجه يا ماما. ايه ده ايه ده؟ العريس هيفلسع بعد ما غرر باختك؟ غرغر بيها ايه؟ هو يعرفها اساسا يا ماما؟ انا اعرفه، انا شفته، انا فاكراه وحلمت بيه كتير. طول عمري بحلم ان هيجي لي عريس لبناني ينزل من الجبل كده بتاع لبنان يخبط في وشي. ينزل من الجبل؟ الجبل ما بينزلش منه غير الديابه بس. يبقى شبه عاصي حلاني، وائل كفوري، حتى وائل جسار. انا مش موافقه. انا موافقه، انا فرحانه. بعد ما ارتاحت روحي وعرفت نعم الدنيا مشيت خلاص وموتك من اخر الدنيا. انا برضو من تغرينا ورحا. يا مدرسه المجنونه يابا يابا علمونا، مدرسه المجنونه يابا يابا علمونا. انا دبست يا رانيا. ليه يا عادل؟ هو انت مش قلت ان صاحبك ده جاي من لبنان عشان يطلب ايد سناء؟ لا يا ستي، ده كان جاي عشان يطلب واحد فول وما خدهوش معاه كمان. مش فاهمه بقى يعني ايه. يعني يا ستي الراجل ده كان معايا في فريق التمثيل بتاع الجامعه، وبعدين انا قابلته صدفه في المحل. طب ايه يا عادل؟ طب ما تحاول تقنعه ان هو يتجوز سناء. ايه المشكله يعني؟ ده اكتر قد الدنيا وهنبقى مشهورين، وبعدين اهو نخلص يا عادل ونفضي حته من البيت عشان نقعد براحتنا. اه تصدقي صح. يا لو ده حصل يا ياخد سناء ويطلعوا على لبنان، ماما تروح تقعد مع سناء، وبعدين مامتك واختك يروحوا لهم زياره، ما يبقاش فاضل غيرك ام طلقك وقاعد لوحدي. تصدق بقى ان انا هعتبر ان انا ما سمعتش اي حاجه، بس بغض النظر عن الخطرفه اللي انت بتقولها، اه احنا كمان برضو نروح لبنان ونعمل هاني مون جديد ونطلع على الجبل وناكل كبه نيه. ويا الله شو بحب الكبه النيه. اه والفتوش والمكدوسي. ويا سلام. يا ده يوم المنى، يوم المنى ان هو فعلا يتجوز سناء ويمشي، واحنا بقى ايه نتمنجه ونقعد بقى ناكل براحتنا في لبنان. يا عادل. اه والله يا عادل بجد. اه بس انت طبعا عايز طريقه لاقناعه. انا اقول لك بقى على طريقه جامده جدا بقى، انه انت تقنعه ان سناء بتحب تمثيل موت، وهما يبقوا دايو مع بعض في فيلم سينمائي من بتاعهم، زي عارف مين؟ زي كمال الشناوي وفاتن حمامه في يا سلام على حبي وحبك. اه نمشي اللي من حبك. ده كمال الشناوي وفاتن حمامه. ماشي، هي الافكار كلها جميله، بس ازاي نقدر نقنعه بحاجه زي كده؟ ازاي الراجل اصلا دماغه مش مركزه غير في تمثيله بس؟ طب اسمع، طب اسمع، انا عندي فكره جامده موت بقى. ايه هي؟ هو الراجل ده قاعد فين دلوقتي؟ بيقول انه قاعد في فندق قريب. اوكي، انت تروح تجيبه من الاوتيل عشان يقعد معانا هنا، وتسيب الباقي عليا. انا بقى هعرف اوفق راسين في الحلال. شو بتشرب يا استاذ؟ يا شادي. انت ايه جاي مصر عشان تمثل ولا تشتغل متر؟ لا انا مش عم بشتغل، بس عم بتمرن على دور متر دوتيل. اصلي هناك وابتدى حياته المهنيه متر دوتيل. ماشي يا سيدي، وانا هساعدك على التدريب. هات لي كوبايه شاي وازازه لبن. قوم جيب انت. ايه ايه، مش هتجيب لي ولا ايه؟ مش انت عامل متر؟ بلا، بس خلاص المشهد خلص. اهلا وسهلا فيكو. تشرب ايه يا زلمة؟ يا لا تأثير، مالك بتتكلم كده ليه؟ اصلا انا عامل متر ديتول الماني زي الاستاذ. ديتول؟ متر ديتول؟ يلا يلا امشي من هنا. انا ما خبرتني شو هالقصة العظيمة اللي تركتني البروفيت كرمالها. سناء. سناء؟ مين سناء؟ سناء اختي. اختك سناء؟ ايه شو بقى؟ مش فاكرها ولا ايه؟ ايه ايه ايه
سناء سناء ايه ايه لا لا مش فاكرها. ايه افكرك انا يا عم؟ ده انت حضرت الفرح بتاعها كمان. ايوه 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 ايوه, أيوة. لا لا مش فاكرها يا عم. مش فاكرها ازاي ساعه ما انت كنت عامل دور مأذون في الجامعه في المسرحيه وبعدين اصريت ان انت تيجي تكتب كتابها؟ هلا عن جد مظبوط مش فاكرها. افكرك ساعه ما قلت هتعمل كتب كتاب عرفي. ايه مش فاكر. ما انت قصدك يا شادي وقت ما بتقمص الادوار بتنسى كل حاجه. مظبوط. انا ما بيل الا التمثيل. انا بعشق التمثيل بعشق التمثيل يا عادل. من بطن امي انا بس. يا سلام. من بطن امك ايه بقى؟ كنت عامل دور ايه؟ القلب ولا الكبد؟ بيختير يا عادل. ذكرت نكتك البيخه يا زلمه. الله يخليك. والله يا اخي انا برضو كمان بحبك لله في الله. بحس دايما ان انت زي انشطه يعني جوز اختي سناء. جوز اختك؟ ما قلت لي اختك مجوزه. لا ما هي اتطلقت على طول. لحقت؟ اول يوم يوم الفرح قاعده مع جوزها كده وقعدت معاه يعني في لحظه رومانسيه وقالت له بحبك يا شادي. هي اتلخبطت. بحبك بحبك شادي؟ شادي يعني انا؟ ايوه. بص بقى انا هعمل معاك واجب جامد جدا بقى شادي. واجب؟ ليش انا بالمدرسه تعمل معي واجب يا عدول؟ لا مش واجب مدرسه. لا واجب يعني ايه؟ بص انت مش مفروض قاعد في فندق وكده. انا هخليك يا سيدي تسيب الفندق وتيجي تقعد عندي في البيت واكل شارب نايم. عجد؟ واكلكم طيب؟ اكل جميل. مع الاكل بقى سناء على طول هي بتحب تعمل ايه؟ تبوله وفتوشه وكده يعني. يا سلام يا سلام. ايه؟ ذكرت باكل ايه؟ ده هي اتوفت يعني الله يرحمها؟ لا بس الاكل اللي بعتته معي باظ. خلاص ولا يهمك. لعلمك سناء اختي دي احسن واحده في مصر بتعمل اكل لبناني. الله راد شي يوم رح اجي لعندك يا عدليل. بس هلا مش فاضي. عم صور بصحراء الهرم اخذ دار خوفه. ايه ده عامل دور خوفه؟ ده انت جنبي على طول. ده شو انت وين ساكن؟ انا ساكن جنب خفره على طول. عارف شارع فيصل؟ في فيصل بقى حته منطقه هاديه عند حته اسمها العشرين كده. هاديه خالص. تسمعش غير اصوات عصافير وتكاتك صغيره برضو زي العصافير كده اهو وعربيات نقل بقى حلوه قوي. رانيا خلصت شربات البرد ولا لسه؟ ورد ايه يا حماتي؟ وانا بعمل لاتي بوكيه؟ انا بعمل حاجه تانية خالص. انا مش فاهمه انت بلديوس هتبتدي لحد امتى كده؟ مش معقول. ده جاي من بلاد لبنان. يعني ما بيشربوش عصير ورد اللي بتقوليه ده. ده يشرب عصير كريز، عصير تفاح، كوكتيلات يا جهلاتوس. انت عارفه حاجه؟ بس بقى انت هتبتدي كده لحد امتى بقى تمدنه بقى؟ ياسمين روحي استعجلي سناء قولي لها العريس على وصول. يلا بسرعه. يا جماعه يا جماعه ممكن حد يجي يساعدني بقى وانا بلبسها؟ بيان سور. انا يا حبيبتي اجي معاكي على طول. افتحي يا رانيا يمكن عايزين نشوفه. بليز. مبروك يا انعام ومبروك بجد. الله يبارك فيكي. سنة قاعدة وحشني قوي 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 قوي. هو في ايه يا حماتي؟ هو حياتك دلوقتي ده وقت يعني عياطي مناسبة حتى على كده؟ انتوا عيلة نكد. يا ترى العريس شكله ايه؟ اكيد قمر لبناني بقى. شياكة واناقة وفلوس. انا مضطرة افتح يا حماتي. اتفضلي. ايه ايه؟ ساعة على ما تفتحوا الباب. معقولة يا جماعة؟ ايه يا عادل فين صاحبك اللبناني؟ موجود جاي. اتفضل اتفضلوا يا رجالة. ايوه حط هنا حط هنا اهو. ايه ده يا عادل؟ هو انت انصاحب سعيدة من لبنان؟ لا سعيدة ايه بس اللي من لبنان؟ معقولة يعني يا رانيا؟ هي الحكاية هما فيها ان دول الناس اللي جايبين الشنط شايلينها مش اكتر. امال فين العريس؟ يا ماما بيحاسب تحت العربية نص نقل اللي شايلة الشنط. وسايبه يحاسب العربية؟ ده جوز اختك يا ماما. جوز اختي ايه؟ هو شاف سناء اصلا يا ماما؟ يا بيه هي فين الحيطة اللي هنكسروها؟ الحيطة اللي هتكسروها مش موجودة اصلا. انتوا بس جبتوا الشنط ومتشكرين قوي رجالة. الف شكر الف شكر. اتفضل انت والرجالة. متشكرين يا بيه. مع السلامة مع السلامة. بابا هو فين عريس عمته سناء؟ حبيبتي هو لسه ما بقاش عريس. هو لسه ما شافهاش. يا عالم هيوافق او اكيد مش هيوافق يعني. اهلين. اهلا اهلا شادي صديقي. اهلا وسهلا. اهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بصي عادل عريسي جنن زي القمر بجد بجد. هيك اللبنانيه اهلين. يستاهل سناء بصحيح. اتفضل اتفضل حضرتك اقعد. اتفضل منور منور. يعني حضرتك انا عاشقه معشوقه وولهانه ومتعشقه عشق باللبنيز والفن اللبناني.
ايه كميه العشق دي يا رانيا؟ ده غير بقى ان انا حريفه في الطبخ اللبناني وخصوصا الكبه النيه. انت بتعرفي طبخ مصري اساسا عشان تخش على اللبناني؟ صراحه مدام انا زهقان صراحه من الاكل اللبناني، عبالي اكل مصري. ما شاء الله بيتك حلو كتير يا خي عادل. اهلا وسهلا بيك، ما هو بيت اخو مراد. ماما ايه دي يا ماما، تفضحيناش. لكن يا ابني ايه الهدايا دي كلها؟ ماما دي مش هدايا، ماما دي حاجته يعني، ما مش هدايا. اذا كان على الهدوم، لا احنا عندنا عادتنا ان الهدوم على اخو العروسه. إيه ماما كمان بتدبسيني يا ماما. لا صراحه مدام هودي مش هدايا، هودي تيابي، تياب التمثيل والاكسسوارات. ياسمين اجري جري بقى نادي عمته ليه العريس جه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اعرفك ماما، دي مراتي رانيا، حماتي مجيده، ودي اخت مراتي نجلاء، واللي مشيت من شويه دي ياسمين بنتي. يعني حضرتك راجل ومعاك خمس ستات. يا ريتهم خمس ستات، هما سته، في واحده جايه دلوقتي. اهلا اهلا بالعريس اللبناني. عريس؟ لا هي مش اصل احنا يعني سلو بلدنا في مصر، يعني اي حد لبناني بيجي لنا زياره بنقول عليه عريس. نجلاء استعجلي سناء. حاضر. اهي جت اهي. يا رب. شو هيدا عندكم فرح بالبيت؟ لا مش فرح ولا حاجة، أصل احنا عادتنا في مصر يعني ما بيجي لنا ضيف من لبنان أخت صاحب الشقة المطلقة بتلبس عروسة. امسك الصينية، امسك الصينية. اتفضل. لا معلش أنا ما. اتفضل، ده صنع ايديا. لا انا ما بشرب. اتفضل واخلص. عديك ستيج بحدوني. مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك. اشرب. لا معلش انا ما. لا حاول تشرب. لا معلش ما. اشرب. بقول لك ايه، حط سناء في عينيك. ماما كفايه بقى يا ماما، ماما فضحتيني. اقعدي يا ماما، اقعدي 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 اقعدي. حاول تشرب تاني. خلاص خلاص، هو قال مش عايز يشرب. خلاص يا سناء خلاص. عدول انا بدي ارتاح، اذا بتريد بدي ارتاح. طبعا بريد طبعا ان انت ترتاح. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل معايا، اتفضل معايا يا شادي. اتفضل. لسه بدري، احنا ما قعدناش مع بعضينا. اتفضل 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 شادي. بس شادي بس شادي شادي شادي. حرام عليك يا عادي. طرران طرران طرران، فضحتونا يا حماتي، فضحتونا يا ماما. عريسي عريسي عريسي. خلاص بقى خلاص بقى خلاص بقى، عيب عيب بقى كده، عيب.